صوت العرب من القاهرة. سر السعادة بسيط جدا، عيشها ببساطة تعيش أحسن من غير ما تتعب ولا تسأل، هتشوف معانا العيشة أجمل. عيشها ببساطة. ببساطة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين، وحلقة جديدة من عيشها ببساطة. والنهاردة هنقدم على طول ضيفنا ونخش في موضوع الحلقة، لأنه أحد الطيور المهاجرة دكتور رياض البربري، أستاذ مساعد قسم العظام وأستاذ مساعد قسم البيولوجيا الحديثة بجامعة بنسلفانيا. أهلا وسهلا بحضرتك، وهنخش على طول على موضوع حلقتنا الخاص بمشاركة حضرتك في مؤتمر مصر تستطيع، اللي دعرت فيه دور التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وإزاي نقدر نطبقها في مصر. فعايزين نعرف من حضرتك أكتر عن الموضوع ده. الحقيقة احنا في المؤتمر اتكلمنا، أو أنا اتكلمت عن التقنيات اللي ممكن تطبيقها للتطوير من صناعات أدوات المستخدمة في جراحات العظام، ويعني كان في كذا طريقة ان احنا ممكن نقدم بيها المعلومات في المؤتمر، بس أنا اخترت ان أنا لما اتكلم لمدة 5 أو 7 دقايق عن التقنيات الحديثة، ان أنا مش بس اتكلم عن آخر ما توصل لي البحث العلمي، لأن ده ممكن يكون كلام يعني غير قابل للتطبيق. احنا كنا في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، فكان التركيز على نقطة الصناعة على وجه التحديد، فأنا طلبت ان اي حد من اللي موجودين في الماركت هنا يبعت لي ايه بالظبط الصناعات الطبية اللي موجودة، وبناء عليه بدأت اشوف ازاي ان احنا نقدر نطور الصناعات اللي موجودة بالفعل في السوق المصري بخطوات بسيطة ومتحتاجش، يعني نقدر نقول ان هي في متناول التصنيع المصري او القدرات التصنيعية في السوق المصري. فبدأنا نتكلم عن المسامير والشرايح اللي بتستخدم في تثبيت الكسور، اتكلمت عن ازاي نطور الصناعات دي بحيث ان المسمار مثلا اللي مستخدم في تثبيت الشرايح ازاي ممكن يتم يتعمل له كوتينج او طلاء بمادة معينة هي مادة موجودة في التكوين الطبيعي للعظام، لشان ده يخلي المسمار اللي بيثبت الشريحة ما يتحركش من مكانه. تكلمت عن تقنيات حديثة أو ديزاين حديث موجود في المسمار نفسه، بيخلي المسمار بيقدر يثبت الشريحة بصورة أكبر وفي نفس الوقت ما يكونش ليه تأثير ضار على العظام، وده مدي نتائج كويسة جدا بالذات في المرضى اللي بتعاني من هشاشة العظام. اتكلمت كمان عن الطباعة ثلاثية الأبعاد، وطبعا زي ما احنا عارفين دي صناعة كبيرة دلوقتي وموجودة في مجالات كتير، لكن في مجال العظام بالذات ليها تطبيقات حاليا في مجال الأجهزة التعويضية، وفي مجال كمان الجراحات اللي بتهدف لأن لما يكون في مثلا جزء من العظمة مفقود أثناء حادثة، إذا في جراحات معينة بتتعمل عشان الجزء ده ينمو تاني بصورة طبيعية والعظمة ترجع تلتئم بصورة طبيعية، العظمة طولها مثلا ما يقصرش. فالحقيقة ان الطباعة ثلاثية الأبعاد بالذات على الميتال أو على معدن التيتانيوم هي دلوقتي في المرحلة التجريبية في أمريكا ومدية نتائج كويسة. فتكلمنا عن تطبيقات حاجة زي كده، تكلمنا عن الفيلر وازاي ان دي كلها حاجات ممكن تتصنع بسهولة في مصر، ومش بس تغطي احتياجات السوق المحلي، دي بتفتح فرص تصدير وبالتالي توفير عمره صعبة، لأن مصر طبعا لما تصنع الكلام ده على مستوى كبير ممكن ان هي تصدر للمنطقة بالكامل. هايل جدا جدا اللي حياتك بتشرحه ومهم جدا. عايزين بقى نشوف مصر تستفيد من هذه العلوم والتطبيقات الهامة ازاي، ايه اقتراحات حضرتك في هذا الشأن؟ يعني زي ما قلت ان انا حاولت ان انا لما كنت بناقش الافكار كنت يعني في افكار كتير، طبعا الحاجات اللي قلناها دي كانت مجرد يعني زي ما بنقول تريجر او حاجة بتستثير التفكير وبتستثير نوع من انواع المناقشات اللي تمت بعد الجلسة. كنا مركزين او انا كنت مركز على الحاجات اللي من السهل تطبيقها في السوق المصري. فعلى سبيل المثال طباعة ثلاثية الأبعاد دي حاجة في المرحلة التجريبية دلوقتي في السوق الأمريكي، في خلال سنة واتنين هنعرف بالضبط ايه مميزاتها وعيوبها عن الأساليب التقليدية، لكن النتائج المبدئية مبشرة جدا. فاحنا لو من النهاردة بدأنا ان احنا نشوف او نطور او نحاول نطبق الصناعة دي في مصر،
مع الوقت ممكن مصر تكون زي سنتر للطباعة ثلاثية الأبعاد على معدن التيتانيوم. وأنا زي ما ذكرت في المؤتمر بلغني إن في ثلاث طبيعات لطباعة ثلاثية الأبعاد على المعادن موجودة في مصر، وبالتالي الإمكانيات متوفرة. والحقيقة يعني أي خبرات ناقصة في الموضوع ده إحنا على أتم استعداد إن إحنا نجيب الخبرات دي لمصر علشان يتم التدريب على حاجة زي كده. وده لو تم في مصر مع الوقت زي ما قلت ده مصر ممكن ان هي تكون مركز لصناعة حاجة زي كده. يعني في امريكا مثلا في عدد معين او عدد محدود من المراكز هي اللي بتتلقى طلبات الطباعة ثلاثية الابعاد للمواد المستخدمة في الجراحات، والحاجة بتوصل في خلال من 5 لـ6 أسابيع. فاحنا لما نتكلم على دولة بحجم امريكا مغطيها عدد محدود من المراكز، ده معناه ان احنا لو عملنا العدد ده في مصر ان هو ممكن يلبي احتياجات منطقة بالكامل. جميل حياتك بتقوله، ومهم ان احنا نبقى في عندنا خطوات، هذه الخطوات ممكن ننفذ بيها منظومة كاملة للبحث العلمي. فايه الخطوات من وجهة نظرك اللي ممكن نطور بيها البحث العلمي في مصر؟ احنا كنا اتكلمنا في حاجة زي كده مع الدكتورة نبيلة مكرم اثناء الجلسات الاعداد للمؤتمر، ان احنا علشان نوطن الصناعة فاحنا دلوقتي بنبدأ ان احنا يعني نجيب او نستورد تكنولوجي موجودة برا وبنحاول نطبقها هنا، نصنعها جوا البلد علشان ناخد لايسنس لتصنيع حاجة زي جوا البلد. ودي خطوة مهمة جدا بالذات في المرحلة الحالية اللي احنا محتاجين ان احنا ندعم فيها الصناعة. لكن علشان يكون في صناعة وطنية بجد فلازم الصناعة دي تكون قائمة على أبحاث بتتعمل جوا الجامعات المصرية وجوا مراكز ومعاهد الأبحاث اللي موجودة جوا مصر. فده محتاج ان احنا يكون عندنا بحث علمي حقيقي ومتطور داخل الجامعات المصرية. وده محتاج اولا يعني لازم نبقى عارفين ان مفيش بحث علمي بدون امكانيات، لازم يكون في امكانيات مادية كبيرة عشان تدعم بحث علمي. وبعد كده لازم يكون عندنا باحثين وعلماء متدربين كويس. فلو جينا نتكلم عن الجانب الأول وهو إمكانيات البحث العلمي، فده بيتم دايما يعني البحث العلمي حتى إحنا برا في الجامعات البحث العلمي بيكون مدعوم جزئيا من الجامعة، لكن الأساس بتاع البحث العلمي إن إحنا بنقدم على بروبوزل علشان نحصل على دعم من خارج الجامعة للأبحاث. ففي أمريكا مثلا معظم الأبحاث بيتم دعمها من الناشنال انستيتيوت اوف هيلث، ده أحد أو المعهد القومي للصحة، ده أحد وأكبر الجهات الداعمة للبحث العلمي. فعشان الناس تقدر تاخد يعني فاند زي ده من الناشنال انستيتيوت اوف هيلث فلازم البروبوزل ده يكون مكتوب بطريقة معينة، ودي الحقيقة حاجة محتاجة تدريب كبير ومحتاجة خبرة، وإحنا تعلمناها من أساتذتنا وخدنا سنين بنجرب وبنطور في أسلوبنا في كتابة البروبوزلز لحد ما بنقدر إن إحنا نكون كومبيتيتيف وناخد الدعم اللازم للأبحاث. دي حاجة إحنا لازم نطورها هنا في مصر، لأن أنا عارف على الأقل أيام ما سافرت من مصر كان في مصادر للدعم من الاتحاد الأوروبي مثلا، وكان في أحيان كتير ما كناش بنقدر ناخد الدعم ده لأن إحنا ما كناش بنقدر نكتب البروبوزل أو نقدر نعمل ديزاين للإكسبرمنت بصورة صحيحة ومنافسة تقدر إن هي تحصل بيه على الدعم. فدي نقطة مهمة جدا إن إحنا نستفيد بيها من خبرات الأساتذة اللي موجودة برا. المؤتمر مثلا مصر تستطيع بالصناعة كان في عدد كبير من الأساتذة اللي موجودة في الخارج بقالها سنين وليها باع طويل في البحث العلمي وعندها خبرة كبيرة في الحصول على النوع ده من الدعم اللازم للبحث العلمي. فإحنا لازم إن الخبرات دي تتنقل، ولازم الباحثين الشباب اللي عندنا هنا في مصر والعلماء الصغيرين يتعلموا حاجة زي كده من الأساتذة اللي موجودين في الخارج، لأن ده هيوفر وقت كبير نقل الخبرات. زي ما بنقول بره إحنا مش محتاجين إن إحنا نعيد اختراع العجلة، إحنا محتاجين إن إحنا نوفر وننقل الخبرات طبعا، لان دي عملية شاقة جدا وبتحتاج وقت طويل. فكل استاذ هيبقى على مقدرة بس ان هو عنده القدرة ان هو يعني سوبرفايز او يشرف على عدد محدود جدا من الطلبة او الباحثين. عشان كده حاجة زي كده لازم تتم بصورة مؤسسية ومنظمة، لازم يكون في سيستم بيتم من خلاله الاشراف على الباحثين هنا وكتابة البروبوزلز هنا من الاساتذة الموجودين من الخارج لتحقيق اكبر استفادة ممكنة. ودي خطوة مهمة جدا لتطوير البحث العلمي.
بعد كده الخبرات اللازمة بقى في الاكسبيرمنتس نفسها، ده ممكن يتم من خلال مشاركة الأساتذة في الخارج في الإشراف على الباحثين اللي موجودين هنا، الإشراف على رسائلهم. وبقول مرة تانية طبعا نتيجة أن الأساتذة اللي بره دول زي ما كلكم عارفين وقتهم بيكون ضيق جدا، فيكون كل واحد عنده القدرة على الإشراف على عدد محدود. عشان كده بقول بأكد على النقطة دي لأنها مهمة جدا، الموضوع لازم يتم من خلال صورة مؤسسية ويكون ليها سيستم. الجزء الأخير اللي هتكلم فيه النهاردة هو أن مصر تتحول لمركز للدراسات الإكلينيكية أو السريرية، ودي نقطة تانية كنا تناقشنا فيها باختصار مع دكتورة نبيلة مكرم في الجلسة التحضيرية للمؤتمر. أنا الحقيقة يعني كنت حاطط النقطة دي على آخر سلايد عندي في البرزنتيشن أثناء المؤتمر، أن لو الوقت سمح هنقشها، لكن زي ما توقعت الوقت كان محدود ما قدرتش أناقشها. لكن يعني من حسن الحظ أن في دكتورة تانية مشاركة في المؤتمر، يا دكتورة نادية، تعرضت للنقطة دي وناقشتها باختصار في التوك بتاعتها. الحقيقة أن التجارب الإكلينيكية برا الموضوع بياخد وقت طويل جدا وبيكون مكلف جدا، فاحنا عارفين تماما اللي مطلوب لدراسة لإجراء الدراسات الإكلينيكية، السيستم اللي احنا محتاجينه عشان دراسات زي دي تتم بصورة صحيحة وطبقا للمواصفات العالمية ويكون معترف بيها. فخبرات زي دي يعني جاهزة للنقل فورا على أرض الواقع في مصر هنا، لكن طبعا زي ما قلت ده لازم يكون في يعني نظام مؤسسي كامل للإشراف على حاجة زي كده، ولازم يكون في تعاون مع الجهات المسؤولة هنا، وده اللي احنا بنتناقش فيه من بعد المؤتمر وبنحاول ان شاء الله ان احنا نطبقه على ارض الواقع. شكرا جزيلا جدا دكتور رياض البربري، بجد بنتمنى ان فعلا يتم تطبيق الامور اللي حضرتك عرضتها في المؤتمر. وموضوع شبكة وتطوير اداء العلماء في مصر ده مهم جدا، شكرا جزيلا لحضرتك، وان شاء الله ان شاء الله مصر تستطيع. عيشها ببساطة ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعدي حسين. الهندسة الإذاعية محمود صبري.